الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحنكو جرنا دروس تاني بشهر رمضان تحنها نوهيد ودرسي كوبي وطبنات وحن عاوكا قهد لدورنا هدو أبا إدمو أرنكا إنوانكي سوية هاي سيدي أيا نفتا إذا أغحو رينكا لانارت وحيا بها خير كأي بشائر تبشر رمضان اللي تمت أي كم تهي إن دتك مؤمنين تا إلهي سبحانه وتعالى ونفتو ذا كحر يا نارتا سيدا حديث كي ورني ترمذي نسائي ابن ماجه شيخ الباننا رحمهم الله جميعا وكو حسن وقرني كتاب كيس صحيح الجامع إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم وطولها ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة هبين والب إلهي نار نارتا وكحر يا ضد بكحر يا أرنكم مركا ولا ليال إن نارت الإسكحرة ما أهمت اختياره لكن هو أرن قفك أي تخصبتهاي إن أرادشده عاوة هبين دنب هبين ككوحيقة طبانك وقود دنبية يعني رمضانك إنتو سندمان كهر وإن قفك مؤمنك نفتيسا سيدي نارت وقحرين لها وكود دالا سؤال بامرك أباهن لسويدين كرا محيطهاي وحال يقرب إنا سمايو سي نفتي دا نارت الله وحرويو جواب تسنت أنك جوابين هل أرن أي أجرة أو ضدكو أي سكو خلدان فرق وين نود حيو إن دم بيجاجا لدافو وشيء إن نار تلاجا حرينا وشيء كله نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي رمضان صومه سو إله سبحانه وتعالى الرميسن رمضان إنه واجبي هان الرميسن سداسن أجر إله وغرادية قفكاس الدنوب تيسي والو دافيا لكن وحد عكرته دنوب تي والو دافي إن والعياذ بالله صنعت كوحيقة أد سميسو دنبي نار لغو قلي كرو وطساكو تكتو ووحد عكر لكن مرك نار تلقا حرأيو معنى هيدو وحاوي نار تمرك لغا حرأيو خلاص قفكاس واهلو جنو قلي عذاب قبر أركي مايو قيامها يبزعيس أركي مايو جندو أيو قلي مرك فرغي أصاو دحي سيدا درتيد سيديبا نفتيدا نارتو وحورين كراها دان سواش وصولا بنا وحان لان نهي صدح الريموت ايا لغار ربا هدي ادونيسو ان نفتادا نارتا لغحورين صدح دا الريموت كود دال او لأيمو كو قلبي غاقا او دياري ان نارتا لغحورين وايو الله سبحانه وتعالى وحا او طالعا يا قلبي غاقا وحي قلبي غاقا كجرة اي صحدا ايا مركاسي أعماشنا أي كرن شيء جيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي سبحانه وتعالى مالك نأي صورة دين نأي وحوكو فالما إيقماي لكن وحو إيقيا قلوبتي نأي أعماشين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم الله سبحانه وتعالى وحو أقاد قلوبته وحو كجري مركز إلهي نحريستيسا وكسو دجي حديثكي كالي واتي قدسيقاها اللو لها من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا هدو تاك إيسو دوادا أدون كيغو أن ندو ما ندوانيا هدو ندو نيسو دوادنا متر معناه وأنه أسي دوانيا سيدا درتيد مركا والله يريد أن يتوب عليكم إلهي وحو الربائن ونغطو بدا قبلو قلوب تنو طالعانيا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم لمنك محابستها صحابة النبي عليه السلام يقبصدين واتي لغيرا دي إله سبحانه وتعالى قلوبتنا معرفت إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هدي أسلامتان وخير قلوبتنا لغيها له وحي لدينك قاضي وح كبدا وكقيمة بدا بعد هليسان وإسلامي ما يدينا سيدا درتيد مركو العليال وحلا بد أقفك قلبي سينو كرن شيئا هذا قلبي مغيه إله النار تيجو حرة إله النار تيجو حرة وحصعنا يماه اللهو قطب كلا بعض الله جرب وحوي اسكت ضي وح قلبي جا كجره إن أتعرب كذا واقضه نبي عليه الصلاة والسلام
maaragtay rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay in allah subxaanahu watacaala uu ka xanaaqo qofkan wax weydiisan, ilaahay wuu u caroodaa, allah wuu u caroodaa qofkan ilaahay aan wax weydiisan. sidaa darteed waa in aad ku dhawaaqdid ilaahu naarta iga xoree, keliya lama rabo qalbiga inay kugu jirto, weliba waqtiyada ducadu ay ijaabada tahay oo xilliga afurka oo kale. dacwatun laa yurad lisaa'imi, qofka sooman wuxuu leeyahay duco ilaahay subxaanahu watacaala uu aqbalayo. salaadaha tukanaysid oo 17 ragca ah oo ay ku jiraan 34 sujuudood waa xilliyada qofku aqrab maa yakuunu lcabdu ila allah subxaanahu watacaala, marka addoonku allah u dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay. Way inaad ilaahay barido oo sujuudda ku birido xilliga suxuurta oo kale, waqtiga ilaahay subxaanahu watacaala yanzilu ilaa samaai dunyaa, soo degis isaga cuntunta ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay, mid wax weydiisanaya ma jira aan siiyo, mid baryaya ma jira aan ka aqbalo, mid dambidhaaf weydiisanaya ma jira aan u dambidhaafo. soo maa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba, ilaahay barya idinkoo yaqiinsan inuu ilaahay idinka aqbalayo. sidaa darteed marka tallaabada labaad ee naarta lagaga xorayn karana waxaa weeye in aad wixii aad qalbiga ku hadashay ama ku haysatay carabka aad kaga dhawaaqdo adoo waqtiyada fursadda ka faa'iidaysanaya. arrinka saddexaad, naftaada iyo jirkaaga u diyaari in ay noqdaan mid naarta lagu xoreeyo. oo maxaa loola jeedaa? waxaa loola jeedaa in aad xaaraanta iyo xumaanta aad faraha kala baxdo oo qofku uu noqdo qof jismiyan iyo maaragtay xisiyan iyo macnawiyan iyo dhinac walba u diyaarsan in naarta lagu xoreeyo. ninkii shaacirka ahna waa tuu yidhi tarju salaamata walam taslik masaalikaha ina asafiinata laa tamshi cala alyabasi, yacni inaad badbaadaan rabtaa waddadii badbaadana ma qaadaysid, doontuba kuma socoto bacaad dushiis iyo meel qallan biyo ku socotaa. sidaa darteed u diyaari naftaada maaragtay in laga xoreeyo naarta, oo dunuubtii faraha kala dhex bax. ataa'ibu min addambi kaman laa damba lah, nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tuu yidhi qofkii ilaahay u toobad keena wuxuu la mid yahay qof aan dembi lahayn oo kale. sidaa darteed dunuubtii kala bax faraha, acmaal wanaagsan samee, ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dhowow, raadi waddadii naarta lagaaga xorin lah. allana wuxuu leeyahay maaragtay qur-aanka waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin, kuwa ku dadaalay jidkeenna diinteenna ku dadaalay khayrkii soo doonta in naar laga xoreeyo diyaar u ah, ilaahay wuxuu yidhi lanahdiyannahum subulana, ay waan hanuunineynaa. sidaa darteed baa marka waxaa la rabaa in aad ku dadaashid in ilaahay subxaanahu watacaala aa u tadarucdid, falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu walaakin qasad quluubahum, in ilaahay u tadarucdid, ilaahay isu bihinbaysid. sida tusaale ahaan hadda adiga oo dad ka dilay ilaahay naguma keene tiirkaa taaganta, markaas waxaa lagu yidhi qofkii aad dadkii aad dadka ka disha waa kuwa hadday orod iskala soo hadal hadday ku cafinayaan, markaad u timaado waad baryaysaa dhulkaad isu dhigaysaa, oran maysid wardadow waqti baa igu socda ama ya cafiya ama iskakee dhaafi ma dhahaysid, waad ooyeysaa, dhulkaad rafanaysaa, caruur baan kasoo tegay, naf baa maarag dad baa intaa igu xiran, war idhaafa baryaad galaysaa. sida aad saa oo kale u samayn lahayd si ka daran ilaahay subxaanahu watacaala isugu bihinbihi, oo markaad baryayso ilaahay subxaanahu watacaala si saxa u bare. ugu dambayntii, sidee lagu ogaan karaa qofkii in acmaashii laga aqbalo ama naartii lagu xoreeyin kale? waxaan leenahay ilaahay bay taas agtiisa taallaa, qof ogaan kara ma jiro. laakiin culimmadu waxay dhahaan astaamo iyo calaamadaha jira lagu garan karo qofkan in camalkii laga aqbalayo in kale, waxaana ka mid ah la yidhi marka hawshaasi dhammaato kadib in qofkii uu noqdo acmaal wanaagsan qof sameynaya khayr ku dhex jira. waxaa ka mid ah la yidhi in wixii qofka hore ku dhibi jiray inuu xanta ka tago, inuu salaad jamaacada ilaaliyo oo hore dhibi jiray, kadib markii ilaahay aqbalo oo min uu dadka naarta ku xoreeyay uu ku daro oo soonkoodii laga aqbalay, acmaashiiba u fududaanaysa, khayrkiiba kursi dhex jiraya. waxaa jira iyadana calaamaad dadka ahlu khayrka laga arko, sida in qofkii markii uu soo dhexgalo ummadda uu ka muuqdo iftiin iyo nuur iyo dhaldhalaal gooni ah. waynay jirtaa salafkii rag saas ahaa oo markay soo galaan maaragtay ay dadku ku nuursan jireen soo gelitaankooda. sidaa darteed marka astaamahaas iyo calaamadahaas iyagana ka mid ah. walaalayaal, marka waxaa la rabaa in qofka muslimka uu ku dadaalo sidii naarta looga xoreyn lahaa adigoo raacaya qodobadaas oo iska tilmaanta guuda: kow, qalbigaaga inuu joogo;
labo in wixii qalbiga aad ka dhahayso carabka aad kaga dhawaaqdo, saddex jirkaaga inaad u diyaariso iyo naftaada mid ehel u ah in naarta laga xoreeyo, macnuhu waa inaad dunuubtii iyo xumaantii faraha kala baxdin, ilaahayna aad si wanaagsan u barido. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in uu naarta naga xoreeyo. Allaahuma actiq riqaabana min annaar, allaahuma actiq riqaabana min annaar, allaahuma actiq riqaabana wa riqaaba aabaa'ina wa ummahaatina wa aswaajina wa dhuriyaatina wa mashaayikhina ولمن كان له حق علينا اللهم اعتق رقابهم من النار يا رب العالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إله النار تنغ حره إله النار تنغ حره أنغ يدريتنا إله والدين تيؤن حريصه رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين إله أنت نجحنا وصلنا عافي أنت دمتنا إله أن حريصه إله جنة جي إله قبر قوضة النوري أنا جانا قداشد إله هنف ابنين إله رمضانك أنت نوهرت خير يا برواق يا عبادة يا عافي مدن وقدمه إله كوي نعمة هذا كشري إله نجدك إله جدك توصل نجهانوني إله جدك توصل النجا يا أولاد إن يدتك نبي إله جدك توصل نجهانوني إله دلك إن يدتك إن نو هجاجي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.